بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضائل، هيئة التحكيم المحترمين، إخواني وأحوادي السعداء، ويا أيها المشاهدون الكرام، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الفرصة الثمينة أريد أن أتقدم الخطابة أمامكم جميعًا تحت العنوان تكنولوجيا المعلومات فرص وتحديات. أيها الإخوان السعداء، هل عرفتم أن الآن نعيش في عصر العولمة؟ لا ينكر في عصر العولمة تطور التكنولوجي وتقدمه أشد سرعة فضلاً عند المراهقين. تزداد التحديات التي يوجهها تنقيداً، ولكن هناك فرص وتحديات. نحن شباب، ثم لماذا يجب علينا أن نستفيد التكنولوجي؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المشاهدون الكرام، ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا عالمية، فرض العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تغيير كيفية حياة الإنسان، وقد فرضت الأزمة العالمية تغيير العديد من الطرق الدراسية وتغيير العديد من الطرق الأخرى. ومن فرص تطور التكنولوجي وتقدمه أن نستطيع أن نستفيد التكنولوجي في جميع مجالات الحياة، ومنها مجال التربية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يتعلق بحياة الإنسان. ومن الممكن في مجال التربية نتناول منها أنواع البرامج، منها برنامج الإنترنت إلى المدرسة، ووصول الجماعة إلى النقطة، واستخدام التكنولوجيا عندهم ليساعد تقدم المعلومات لديهم، والتعلم الإلكتروني وغيرها البرامج من النافعة. إخواني السعداء ويا شباب الأمة، ومن الممكن في مجال الاقتصادي نتناول منها أنواع المنافع، منها تحريك مرور الاقتصادي في القرية والمدينة. لكن إخواني وأخواتي، لقد بدل التكنولوجيا دنيانا اليوم. كيف تبدل الحل؟ بماذا استبدله؟ استبدل المساجد بالملاعب والمقاهي، استبدل المصحف بالفيسبوك والواتساب، استبدل التلاوة باليوتيوب وتويتر وإنستغرام، استبدل الدراسة بالمحمول والألعاب. فيسبوك مثلا، والأسر منه أن يستخدم به للحس والوعد لأصدقائنا، بل أنه يعمل وسيلة لطلاب الزوجة والخداعة والسيال وما إلى ذلك. بئس للظالمين بدلا، نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوان والأهوال، تذكروا، ليس كل الأولاد والشباب على انحراف. عندنا من الأولاد والشباب
من تفخر بهم الوالدان، ومن تفخر بهم الأمة، ومن تفخر بهم المجتمعات. من هم؟ هم أولاد والشباب أطاعوا الله ورسوله، وهم أولاد والشباب استخدام التكنولوجي لوظائف المدرسة بحسب الحاجة، واستخدام التكنولوجي لدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، وجعل الفرص والتحديات إنجازا رائعا. بمثل هؤلاء الأولاد والشباب تسر الأنفس وتكر الأعين. ما أهم التكنولوجي في حياتنا اليوم، وما أهم دور الشباب في استخدام التكنولوجي بأحسن تحكيم. اهداروا أيها المشاهدون الكرام للتكنولوجي فرص وتحديات، لأن لكل شيء مزايا وعيوب. أيها الإخوان والأهوال، هذه هي الخطابة التي استطعت أن ألقي أمامكم جميعا. أطلب منكم العفو إن وجدتم مني الخطأ. وأخيرا أدعوكم أن تعدوا أنفسكم حتى تستطيعوا أن تكونوا أولادا وشبابا مرجوين، الذين يعمهون عن التكنولوجيا وعن الخير فاعلين وعن المعاش تاركين. اهدنا الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.